المشكل النظام الاساسي انه نظام مجحف، نظام مجحف جاب شي حوايج اللي عتقيد الاستاذ بزاف ولا تعسف عليه بزاف. مثلا بالنسبه مثلا كيجي مثلا مفتش انه ربما يلقى التلميذ انه مستوى ديالو ضعيف، يحملك انت المسؤوليه، وربما ديكرادا في السلم، لذلك رابور ديكرادا في السلم، واحد كان في السلم 11 يولي السلم 10، يعني واحد الرزمانه لا ما كانش قبل، هذه الرزمانه ديال 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 التاديب، رزمانه كانت مجحفه، لان واش ورقه ونص ديال 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 النقط ديال التاديب، لا ما الاستاذ ما خصوش، الاستاذ يخدم اريحيه. بطبيعه الحال الى الانسان راجع لهذا النظام فهو اعطاك حوايج اللي خصك ديرهم، يعني الانسان باش تكلفه بشي حاجه خص تعطيه المقابل، باش تخدم خارج الدعم خارج هذاك راه خص المقابل، هبطوا عليك بحوايج اللي زادوها عليك وبدون مقابل وعاد العقوبات. على اي سرقيه انت تتحدث؟ مثلا خارج السلم، انا باش عنستافد خارج السلم؟ اخوان معايا شدوا لانتريت عندهم 3 شهور ولا 6 شهور خارج السلم اللي عيستافدوا منا، شمن الاستفاده هذه؟ ما كنشوف انا استفاده، ما كنشوف. وواحد اخر اللي باقي عاد دخل عيضرب سنوات ضوئيه عاد يوصل لك داك خارج السلم، ما كاين استفاده. هناك بطء 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 في الترقي، ودابا هذاك البطء في الترقي انهم قيدوه بشروط، يعني يقدر غير السيد المدير بجره قلم يهبطك من درجه لدرجه ولا من سلم لسلم. هو هذه المخاوف من طبيعه الحال، عاد بالاضافه الى الاعباء الجديده. انا رجل التعليم وعاد زيدوا 3 سنين ديال التقاعد، لا حول ولا قوه الا بالله، وعاد كيقول لك عندنا 5 سنين، كيفاش هذا الاستاذ وعاد بقاو ديو بالعكاز للقصب؟ الاستاذ راه خصو يخدم اريحيه، الناس راه بالضغط بالسكر بالطون، انا براسي دابا لا طونسيون 21 كطلع معايا والله الا استاذات في القسم اللي كنهزهم، هما كيشوفوا الجانب الاقتصادي والجانب، ما يمكنش انك تعطي تعويضات المفتش المدير 5 مليون 4 مليون واللي كيقوم بالعمليه التعليميه داخل القسم واللي يقدر يدير بالارتقاء ديال التعليم حطوا له، لان عمله، لان مساله الكتله لا نزيدوا راهما كثار، هو كثار واش ندير لكم حنا كثار، وحنا حنا اللي غنزيدوا داك التعليم للامام، ماشي داك، مع احتراماتي السيده المفتشين المديرين، هما كيقوموا بدورهم، ولكن لا، الاستاذ خصنا نهتموا بالاستاذ، لانه هو في الدور العمليه التعليميه التعلميه هو المحور، ولا ما اهتميناش به راه حنا هاي كن، لان ناخذوا السنوات اللي دازت ديال الاصلاحات، اي شمن اصلاح؟ عمر شي اصلاح عطى الفائده، علاش؟ لان الاستاذ ما كانش مستهدف. استدهم مشوه ومشات الملايير، راه هادشي راه معروف، مشات الملايير هباء منثورا.